الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي بحضور الدكتور جابر حيدر إبراهيم المدير العام لمشفى الأسد الجامعي ورئيس جامعة دمشق الدكتور حسان الكردي ومجموعة من أطباء وفنيي مشفى الأسد الجامعي. المنظومة كوباك 6000 وتعرف أنها وحدة الجهاز الآلي لإجراء التحاليل الكيميائية والهرمونية والأدوية والواسمات الورمية والفيروسية والجرثومية بمعدل 2200 تحليل في الساعة الواحدة. هذا جهاز يعني بيخدم المشفى بتقنيات عالية جدا وبطريقة آلية، يعني العامل البشري ما بيدخل فيها، وبالتالي بهذا بيحسن من الأداء الخدمة الطبية ومن نوعية التحاليل اللي بتخدم المشفى. المشفى الأسد الجامعي عم يخدم عدد هائل من المرضى، من المرضى الداخليين، من المرضى الخارجيين، مرضى العيادات، مرضى الإسعاف، مرضى العنايات، وبالتالي هذا الجهاز يعني حيوي وضروري ويقدم خدمة كبيرة في الوقت الحاضر. جهاز حوالي أكثر من 200 مليون كلفته، في عنا جهازين ملحقين كمان فيه، وسلسلة من الخدمات والمنظومات حوالي 400 مليون تقريبا. الجهاز مقدم مجانا ونحن نشتري بس المواد اللي بتشغل هذا الجهاز. نتيجة ازدياد عدد المرضى المراجعين لمشفى الأسد الجامعي الحقيقة عم تتجاوز للساعة 2 600 مريض، عم ينطلب لهم كتير تحاليل مختلفة. الحقيقة بالإمكانيات السابقة صار في عنا تأخير بإصدار النتائج، وأحيانا عم تضل النتائج لتاني يوم. باستخدام هذا الجهاز الحقيقة عم ينجز بالساعة حوالي 2200 تحليل بالساعة، ممكن نحط 150 مريض دفعة واحدة فيه، وإمكانية التلقيم المستمر للمرضى لا يمكن وجود خطأ، لأنه إذا بتلاحظي من برا تحصيل النتائج عم تتم بشكل آلي تماما بدون تدخل بشري أبدا، وهذا الموضوع بينعكس بشكل إيجابي على عدم حدوث أي خطأ. الجهاز مؤلف من كتلتي تحليل كيمياء آلي مع كتلة هرمونات وشوارد وملقم عينات، ويمكن توسيعها حسب الحاجة لتشكل المنظومة إضافة قيمة لمشفى الأسد الجامعي، كونها تتيح خدمة عدد أكبر من المواطنين بوقت وتكلفة أقل.